بدي خبرنا أول شيء كيف العائلة، كيف عم تعيش هالأوضاع الكورونية؟ والله يعني الوضع سيء سيء، لأنه حتى لو عايش الواحد مظبط حاله ومرتاح، ولكن هو في قلق دائم. يعني الوضع سيء، منه جيد، والآفاق ما عم فقط تعطي أمل مثل ما لازم. بقى منشان هيك يعني عم بجرب الواحد يعتاش، عم بجرب الواحد كيف في يضل يتحرك بشكل آمن، ويضل يساعد بكل شيء عم بيصير بالبلد، لأنه بتعرفي إنه نحن الشعب اللبناني شعب متروك، متروك مية كليا، بالمية متروك لمصيره متروك متروك، ما في شيء للأسف يعني. للأسف. إيه. رح نحكي آخر شيء عن هيدي التفاصيل. أول شيء عم خبرني كيف عم تعيش أصداء نجاحات هالدورين. والله كتير مبسوط، لأنه السنة المسلسلين لبنانيين يعني كانوا على الهوا، وعم بيجيبوا ريت كتير عالي، نمبر وان، وعم بيجيبوا ترند نمبر وان، كان برداني أنا ولا كان بالقلب. صحيح وبالقلب السنة هو مسلسل عم ينعرض على قناة بي ان دراما بقطر، يعني مسلسل لبناني خرج كمان للمنافسة برا. هيدي شغلة بتفرحنا، لأنه نحن عنا الدراما اللبنانية كمان مثل الشعب اللبناني، متروكة يعني، ما كانت تصير صناعة، وما كانت تصير يعني، ما كانت الجهات المختصة تعتبر أنه هذا قطاع من القطاعات الإنتاجية بالبلد اللي ممكن تعتمد عليه، واللي ممكن يعمل صورة حضارية للبلد لبرا، يعمل واجهة، يعمل إنتاج، يعمل برودكت كتير حلو، ويشغل كتير ناس. منشان هيك كله متروك. النقابة كمان ما عم ينعطاها، يعني نقابة أوردر عم بتضل على المخبر. يعني ما بدنا نفوت بهيدي المآسي، وأنا متشائم جدا بوضع الدراما اللبنانية، لأنه اوف مثل ما شايف الوضع عم بيصير، بعتقد نحن بالسنة القادمة ما راح فينا نعمل ولا إنتاج أي مسلسل لبناني. مش عم أقول مسلسل بان عرب أو مسلسل مشترك مع الدول العربية يكون مشاركة بإنتاج وشركات إنتاج عربية أو تلفزيونات عربية، عم بحكي عن الإنتاج اللبناني البحت. الإنتاج اللبناني البحت مهدد بالانقراض في ظل هذا الشيء اللي عم بيصير، وفي ظل أنه نحن ما عاش فينا نشتغل بهذه الظروف الصعبة، ما عاش فينا نشتغل بهذا التقشف، ما عاش فينا نشتغل بهذا المساومة على الكواليتي، المساومة على كل شيء. بدنا تكون هذه الشغلة صناعة مثل أي صناعة بالبلد، مكرسة كقطاع إنتاج منتج ومؤثر بالبلد، صحيح. بس للأسف ما عم بتصير. بديع، ليه ما عم بتصير هيدي الشغلة؟ لكن هيدا البلد بكل مؤسساته من فترة طويلة، يعني للأسف خلال الحرب كان في اهتمام بالثقافة والفنون أكثر من هلأ، للأسف يعني. هلأ الثقافة والفنون متروكة إلى بس الترند التجاري فقط، يعني هي بدها عم ينشغل عليها مثل كل الأشياء التجارية اللي بنشغل عليها بلبنان، واللي هي الربح السريع، يعني الربح السريع بغض النظر عن الدراما. هو مشروع لايدنتيتي، لخصوصية لبنانية، ولا لا بدها تكون شغلة تجارية، او بده يكون لبنان هو بلد الخدمات، فاذا بيكون بالدراما كمان بلد الخدمات. يعني في منشان ضياع. هيك بطريقة، طبعا ما في يعني ما في خطة واضحة، لانه مثل ما صار بسوريا، مثل ما صار بمصر، مثل ما عم بيصير بالاردن، مثل ما عم بيصير هلا بدول الخليج، عم بيصير في بهيدي الصناعه الدراميه خطه واضحه للانتقال من لبنان الى سوق اكبر، والى سوق اكبر اكثر يعني، الى سوق عربي، ويمكن الى سوق اكبر من عربي. طيب نحن عملنا افلام راحت على اوسكار، طيب نحن عملنا مسارح راحت على اوروبا، وصلت على اليابان، على البرازيل، طيب نحن صحيح. عملنا بعض المسلسلات كان لها تأثير كتير 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 كبير، ولكن هلأ بالوقت الحاضر خلص ما بقى رح نقدر نعمل حتى مسلسل واحد. التلفزيونات ما فيها تدفع إنتاج، شركات الإنتاج ما بتربح إذا عملت لبناني فقط،
شركات إنتاج عم تيجي تصور بلبنان مسلسلات مش بس لبنانية، مسلسلات كمان عربية. بقى نحن رح نصير ضيوف بأعمال غيرنا، حتى المنتجين عم بيناضلوا يعني. ولكن مش هون القصة، القصة إنه نحن كبلد يعتبر حيوي بالشرق الأوسط، وكبلد يعتبر بالشرق الأوسط له نكهة خاصة. هيدا ما عم يترجم بالدراما، ما عم يترجم بالدراما لأسباب، سببين أساسيين. سبب هو عدم وفرة الإنتاج، والسبب الثاني هو عدم التخطيط لتكريس هذه الصناعة كقطاع إنتاجي بالبلد. في كتير من المتابعين عم بيقولوا حرام مثلك يكون متشائم، بليز كون متفائل، وحرام تضيع هيك حقوق الفنان اللبناني. أنا متفائل كثير، أنا متفائل كثير، وما رح وقف شغل، وما رح وقف نضال من أجل هيدي المهنة، ما رح وقف شيء إطلاقا. ولكن أنا لما بدي يكون موضوعي بحكي الواقع وبخبر الناس الواقع، خليهم يكونوا الناس عارفين بالضبط شو عم بيصير، عارفين بالضبط شو وضع الدراما بالبلد. كيف بتشوف الأصداء النجاح تبع المسلسل بالقلب؟ كنا عم نحكي إنه هو لبناني محض وعم ينعرض على بي إن القطرية، هل بتعتبر شوي صرنا على السكة السليمة؟ نحن على السكة السليمة كل الوقت، بس كل مرة بيزيحونا السكة، كل مين؟ مرة بيوقعونا عن السكة. فكل مين؟ الظروف اللي عم بتصير، كل الظروف اللي عم بتصير يعني، ما بدنا نحكي من مبدأ إن، ولكن يعني واضحة الأمور وما بده حدا يحكي فيها. هيدا الوطن يا بده يكون وطن عقياسون، يا ما في يكون وطن، خلصت. منشان هيك نحن على طول بنجرب نطلع السكة بيوقعونا، بنجرب نطلع السكة بيوقعونا. سؤالي محسوم. لا نحكي عن بن قلب هلا مشان نخلي موضوع السياسة هيك فقرة لوحده. للآخر مسلسل بالقلب جميل لأنه طارق سويد كاتب من اللحم الحي، يعني نصه بطل المسلسل بالحقيقة. صحيح. ثم أجا جوليان معلوف. جوليان معلوف مخرج عنده شعطة حلوة كتير، قدر ترجم مثل ما لازم. ثم اجوا الممثلين وانسجمنا كلنا بشكل مثل عملنا اكيب كلنا سوا، واشتغلنا من قلبنا. هذا المسلسل عن جد من القلب، واهم شيء كمان فيه هو واقعيته، يعني انه واقعي جدا، مية وما في بالمية تفزلك وما في تفلسف، واقعي. امبارح سمعتك انت وعم تحكي بالدور، عم بتقول عم بيقولوا لك انه من اي منطلق انت رحت لعندها، هي بعد مش عارفة انه انت اخذ قلب ناهي. هل رح نشوف بدورك في شيء بعد، يعني في شيء جديد هيك رح يبين لنا من الدور، في شيء والله ما مخبأ؟ بعرف اذا، والله ما بعرف اذا هو اخذ قلبه، انا ما بعرف. مين بيعرف؟ بس اللي انبسطت فيه بهذا المسلسل كمان شغله اضافيه، انه الصديق وسام فارس وساره بكنعان باول 4 حلقات عملوا حاله كتير حلوه. يا ريت منشوفهم بمسلسل هيك، بطلين مطلقين بمسلسل، لأنه بيستاهلوا، يا بيستاهلوا. ريت يا ريت يكون في شي منتج عم يسمعنا. ومن الوجه كمان تحية لمدام ماي، كمان المنتجة ماي ماي أبو. هي الأكثر وحدة كانت موترة، لأنه عرفت كيف هي لما تكون هيك، لما يعني تكون على السات وناطرة المسلسل وقصص المصاري وقصص الغير، بقى هي أكثر حدا عاش التوتر، يعني بينقص عمره، يعني الله يطول عمره، بس بينقص عمره الواحد. لانه كتير حريصه تكون عم تقدم كمان عمل، يعني من المنتجات اللبنانيات بيشتغلوا مثل ما عم تقول من اللحم الحي وبيقدموا لنا عمل عنده قيمه، وبنوجه لها تحيه كتير كبيره. بديع جواد قد ايه قريب من كاركتير بديع، من بديع بالحقيقه. في كتير اشياء منه لجواد خصوصا، ما الشغلة ريحتني انا بالشغل، في كتير منه لجواد، وخاصة فكرة انه الانسان اللي بيصير معه حادثة معينة وبتتغير وجهة نظره بكتير اشياء بالحياة، الانسان اللي ممكن تتغير آراءه،
ممكن تتغير مفاهيمه بالحياه، ممكن يكسر مفاهيم كتير ويغيرها. مثل جواد تغيرت، يعني صار معه حادثه تغيرت اشياء كتير بحياته، تغيرت رؤيته للاشياء، تغيرت رؤيته للحب، للعلاقه، للحياه، كتير اشياء تغيرت. وانا هيك دورك يعني بالقلب هو الرومانسي، الشاب الرومانسي جنتلمان اللي بنشوفه عاده دائما بادوارك هيك الرومانسيه، كيف بتنوع بالادوار يعني حتى ما تكون عم تعطي زيت الاداء؟ هل في شي طريقه انت بتقدر تتبعها تما يكون زيت الكاركتير عم يبين ولا ليكي هيك؟ ليكي شو صار، ايه ليكي شو صار بمسلسل برداني. انا الكاتبه كلوديا مارشاليان كانت عم تكتب المسلسل يعني، ونحن عم نجهز حالنا. بيوم من الايام بتلفن لي بتقول لي ليش ما بتلعب هيدا الدور الشرير؟ انا للوهله الاولى هيك يعني نقزت شوي، بس بعدين بس حكتني قلت لها دغري وفتنا بهيدا التشالنج. لانه انا يعني اول مره بالتلفزيون بلعب هيك دور. كمان مسلسل برداني انا كلوديا حطت فيه وزن كتير كبير، ولما يكتب الواحد عن اشياء واقعيه صايره بالحياه، وخاصه اذا دخل بالعنف والجريمه والمجتمع وطابع المجتمع وغيره، بده جهد كتير كبير وبده انتباه كتير يعني. فمشان هيك يعني هي حطت وزن جدا ثقيل بهذا الموضوع. والمخرج والمنتج نديم مهنا، يعني هيدا ثالث مسلسل عمليا بيعمله، ولكن فايت بالدراما وعنده خطة واضحة، مشان هيك بترتاحي بالتعامل او بالشغل معه، لانه عنده خطة واضحة، عارف بالضبط شو عم يعمل. ولمنتج يفوت يواجه بقصص من هالنوع كمان بدها جرأة كبيرة. كيف اشتغلت الكاركتير؟ يعني كيف انت بنيت الكاركتير او مع المخرج او يعني كيف طلعت باسم بهذه الطريقة؟ قبل حكينا كتير أنا وكلوديا عن الموضوع، مش كيف بدي أعمل الكاركتير بس، حكينا أصيل ورجعنا حكينا مع المخرج، ولما بلشنا التصوير صرنا نجرب أشياء. في أشياء ما طلعت منيحة ما عملناها، في اشياء زبطت خليناها. عرفتي كيف؟ يعني ما بتصير الشغله هيك شوي بشوي تركب لوحدها، مش انه جاي الواحد محضر كل قصه وجاهز. شو صعوبة هيك دور بديع؟ ايه صعوبة هيك دور في نوعين. ايه في صعوبة هيك دور انه الواحد ما ينجح معه، لانه في كتير ممثلين بيعملوا ادوار ما بتنجح معهم، بس معناتها هن مش ممثلين شاطرين، لانه الفشل بالفن هو جزء من البروسيس. الموضوع الحساس الاهم هو انه بهيك دور مفروض يفرجي الواحد الانسان هيدا ليش صار هيك، ومفروض شوي الناس يتعاطفوا معه، لانه طبعا هيدا ضحيه المجتمع. هذا بدي اسالك ولكن اياه، هو ولكن ضحيه ام جلاد؟ ولكن بنفس الوقت الجرم جرم، وفي مساوم ما في مساومة عليه. القاتل يحاكم، المعنف يحاكم، المؤذي يحاكم. هيدي جريمة خلصت، ما فينا أبدا نعطي ولا تبرير لهيك إنسان على تصرفه. أوكي ممكن نحس مع طفولته ونجرب نعالج هذا الموضوع بالتوعية الاجتماعية بغيره بغيره، ما اختلفنا، ولكن خلص هذا مجرم. الاسم حتى المسلسل برداني انا كثير قاسي وكثير معبر، في نساء يعني عم تتعنف وعم تموت وازواجها او اللي عنفوها عم يطلعوا براءه بالقانون اللي عندنا، في رساله بتحب توجهها بهذا الاطار؟ طبعا، لانه قانون الاحوال الشخصيه عندنا بيسوى ما بعرف شو اجلكم يعني، بدنا قانون احوال شخصيه بيعمل مساواه بين بين المرأة والرجل، مساواة كاملة مطلقة بدون أي اعتبارات أخرى، كاملة مطلقة. هيك هيك بالأساس عم أقول لك، مشان هيك الموضوع بالمسلسل حساس شوي، وقلتي لي بعض المرات بطابع كوميدي مهضوم، لأنه كتير غلط بالفن
الشرير يكون مثل الساحرة الشريرة يعني، وعطول شرير وشرير بالمطلق، ما في هيك ناس. هيدا بسموه ستيريوتايبينج بالفن، وهذا الشيء كتير غلط. بحاجة الواحد يعمل هيك أدوار، لأنه هيدي قضية، هيدي قضية. صحيح صحيح، وقضية بعدنا عم نعاني منها، وخصوصا هلأ بالكورونا عانينا منها كتير، أنه كمان في كتير نساء تعنفت. طبعا طبعا نحن نشجع النساء ومنشد على ايدهم ومنقول لهم نحن معكم ومنحبكم ومغرومين فيكم وكونوا قوية. لكن اهم شيء بالمرأة ما تسكت تحت اي ظرف، وما تخاف من هودي الكلمات اللي بيعلموا اياها. وانا اتمنى انه تبين كله ويبطل في حدا في يخبي شيء هيك. ضروري لازم ضروري، وضروري كل مرة معنفة تطلع تخبر.